رسالة مطبات في الهواء. الضيوف اللي معانا في المطبات المرة دي هم السيدة سامية جمال، الأستاذ عبد الحليم حافظ، الأستاذ عباس كامل، ومعانا كمان من حضرات الزائرات السيدة فوزية فهمي والآنسة زينب محمود. المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف، واحنا بنبتدي زي ما انتم عارفين باننا نسحب قرعه على حضرات الضيوف اللي موجودين معانا هنا، وبعدين الضيف اللي بتقع عليه القرعه بنمثل قدام منه مطب، والمطب ده عباره عن موقف تمثيلي بينتهي بان واحد بيقع في مأزق، وبعد كده بنطلب من حضره الضيف انه يتصور نفسه محل الشخص اللي وقع في المطب ويحاول يخلص نفسه في بحر دقيقه واحده بالظبط. دلوقتي نبتدي نسحب قرعة ونشوف مين اللي هيقع في المطب الاولاني. اتفضل اسحب ورقة من ده. السيدة سامية جمال، دلوقتي احسان الالعاوي وراجع محسن ولطفي عبد الحميد ومحمود مختار هيمثلوا لنا المطب ده. ألف مبروك يا أستا عزيزة، الله يبارك فيك. والنبى أنا فرحت لسانية قوي زي ما يكون بنت اللي هتتجوز. عقبال ما تفرحي لسانية. إيه هو وأنا هتجوز دلوقتي؟ اختف يا ولد، انشي العب بره. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أختي. والعريس جاي النهاردة؟ أيوة جاي الساعة 6، جاي يشرب فنجان قهوة ويتعرف علينا ويشوف سانية. الله، يا سانية هتتجوز النهاردة؟ يا ولد انا كنت عايز اتجوزها لما اكبر. ولد يا مقصوف الرقبه، ربنا يتمم بخير يا اخي. تسلمي. والنبي يا ستة خديجة، انا كنت جايالك في طلب كده. ايوة يا ستة عزيزة عليا. تسلم عينيكي، والله لولا متعشمة فيك يا ستة خديجة. قولي يا اختي على اللي انت عايزاه، دي سنية بنتي. بس كنت عايزة استلف منك كرسيين استحراز عشان زي ما انت عارفة. يا خبر، كرسيين؟ لو وحية ابني الا تاخدي قطة الصالون تفرشيها عندك. لا مالوش لزوم ده كله، انا حلفت خلاص مش ممكن. يزرر القضاء كلها. لو النبي اللي تروح لك كلها. يا سلام، انا يجيني اعز منك، ده انا اشيل القضاء بنفسي واوديها لحد عندك. تسلمي يا ستة خديجة، خسر الف خيرك. ايه هو ده؟ هتدي لها قطة الصالون بتاعتنا؟ اخرف يا قليل الادب. والنبي لو قولي بابا. اسكت يا ولد. بس يا فندي ما يقولش حاجة. ابدا يا ست عزيزة، يا اختي ده احنا اهل. طيب يا اختي، اما قوم انا بقى افضي الاوضة عندنا. ما انتش غريبة، قائمة ساعنا عرة قوي. ولا تحملي هم، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتمم بخير. انا مبسوط قوي، سعيد خالص. يعني عجبتك العروسة؟ يا سلام يا سيدة، دي حاجة لوس خالص. ده انا خايف اكون انا اللي معجبتهاش. لا يا اخويا لا سمح الله، ده احنا حصل لنا الشرف. ميرسي ميرسي جدا، انتوا ناس طيبين خالص. عاوزين بقى يا تيزا نتكلم في الحاجات المهمه. اتفضل يا اخويا. نتكلم في الحاجات المهمه. الشبكه والمهر والجهاد والحاجات دي. اتفضل يا ابني اتكلم. اولا الشبكه، ودي حاجه حاسبها لذوق المدموزيل، هي اللي تختار وتنقي على مزاجها. ثانيا المهر، ودي حاجه حاسبها لك انت اللي تامري بيه ادفعه. ثالثا الجهاز، ودي حاجه انا افضل ان نعمله عموله احسن. اللي تشوفه يا اختي فهمي. والله طقم الصالون بتاعكم ده ممتاز جدا يا تيزا. ها؟ ايوه يا اخويا. ده باين عليه متين، لازم اعمله عموله مش كده؟ ها؟ ايوه يا اخويا، عمله لنا واحد نجار معرفه، ده كلفنا الشيء الفلاني. وماله؟ الغالي ثمنه فيه يا تيزا. والنبي يا سي فهمي، ده انا مشتري له الحرير بتاع الكسوه ب4 جنيه المتر. صدق يا تيزا، مظبوط كلامك، ما هو باين عليه. 160 جنيه على القفل. مش خساره فيه، يا ريت يا تيزا النجار بتاعكم يعمل لنا الموبيليا كلها. وماله يا يا سي فهمي؟ طنطا يا تيزا. الله، مين ده؟ ده سمير ابن الست جارتنا. اها، ازيك يا سمير؟ الله يسلمك. تعالى يا سمير، عاوز حاجه؟ بابا بيقول لك الضيوف اللي عندكم نزلوا. استنى يا سمير، بعدين. بعدين يا بابا؟ يعني هم ايوه كلهم بيقولوا ايوه. دلوقتي المطب اللي جاي
الاستاذ عبد الحليم حافظ. ودلوقتي شفيق نور الدين وانور محمد ورجا محسن ومحمود مختار هيمثلونا المطب ده. ايوه مين؟ مين؟ النور. طيب يا زيبا النور والايجار والبقال صباح الخير. يا صباح النور. 140 قرش. ايه؟ مين؟ عاوزين 140 قرش. لا قصدك 40 قرش؟ يا فندم 140 قرش الوصل اهو. ليه يا حبيبي هو النور غلي؟ ابدا يا استاذ. ابدا والله يا استاذ. مش حسب العداد. عداد؟ مش ممكن. لازم بيخرف العداد ده. يا حبيبي انا ما بدفعش اكتر من 40 قرش. ده انا كل اللقمه اللي عندي فهاري. كويس. عاوزين 140 قرش. برضه؟ مفيش خواطر يعني. ما تهزوش شوية يا أستاذ من فضلك. ما عنديش وقت والله. طيب يا حبيبي ما تزقش. هات الوقت. اتفضل اتفضل. ابقى تعالى كل يوم. كويس. يا منى. منى. أيوة يا عدولة. الحقيني. إيه يا حبيبي مالك؟ مطب. مطب؟ أيوة. رش على وش مية. ليه؟ حشوره. لا قول في إيه؟ بتاع النور خد مني 140 قرش. 140؟ اي والله العظيم. ليه كده؟ بتسأليني؟ اسألي هو. اسألي نفسك. طب وانا اعرف منين؟ شوفي بتودي الكهرباء فين؟ انا هعمل ايه بالكهرباء؟ بتطبخي بالكهرباء؟ البركة في بابور الجاز. بتشربي بالكهرباء؟ والقلل راحت فين؟ بتغسلي بالكهرباء؟ بتصيحي يا عدولة. امال راحت فين الكهرباء؟ بتسمعي الراديو من ورايا؟ الراديو مقفول من يوم ما جالك يومين خط. ما تفكرنيش بقى. امال اللي زاد علينا ايه الكهرباء؟ مفيش حاجة ابدا. القصد نبعت جواب للمصلحة تيجي تشوف لنا الحداد ده ايه حكايته. مساء الخير. اهلا استاذ شرف. والله عايز السلم مش كده؟ تمام. حاضر. اتفضل يا سيدي. ادي السلم. ميرسي. العفو. ايه الحكاية؟ ايه؟ اخينا ده اللي ساكن فوقينا الاستاذ شرف. مالك؟ ايوه كل ليله في الميعاد ده يجي ياخد السلم. بيعمل بيه ايه يا اخي؟ واحنا مالنا ازاي؟ انا عاوز اعرف. تعالي يا منى. تعالي نبص عليه من المانور. يا عدوله ما يصحش. ما يصحش ايه؟ بس تعالي بس. شايفه؟ لكن في حاجه. الشقه بتاعته ضلمه كوح. بيعمل ايه ده؟ النور ولا هو. الله. استنى عليا. ايه الحكايه؟ فين النور؟ ارمي بس. فهمت كل حاجه. رايح فين؟ طالع للاستاذ شرف. تعمل له ايه؟ امسي عليه. ايوه يا فندم. مساء الخير. اهلا. اي خدمه؟ ازاي؟ ميرسي. عاوز اتسلم. لا انا بس عاوز اسالك سؤال صغير قوي. بمناسبة ايه؟ بمناسبة السلم برضه. انا ما عنديش وقت. ما بدي دقيقة واحدة. طيب بسرعة من فضلك. انت حضرتك عندك عداد نور. وانت مالك؟ بس بسأل. مش شغلك فرضه عن اذنك. استنى يا استاذ شرف. يا اسم على مسمى. عاوز ايه؟ انا مش فضيلك. قولي انت عندك نور من ايه؟ ما عنديش. امال الراديو اللي بيلعلع عندك ده ايه؟ ده راديو بطارية. ايه؟ والنور ده جالك منين؟ ايه الاسئله دي؟ عشان ايه؟ علشان انت حرامي. اخرس. انت سارق النور من عندي. كذاب. والنبي بشرفي. بشرفك؟ امال السلك ده اللي جاي من شقتي على شقه حضرتك شايفه اهو؟ مين اللي وصله يا استاذ شرف يا عديم دلوقتي الاستاذ عبد الحليم حافظ اللي هو انا والله ده الاستاذ شرف اللي هو الاستاذ شرف هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من حكايه النور دي في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. اتفضل. والله هو فين؟ شوف يا سيدي. اتفضل.
اولا انا ساكن جديد طبعا. مفروض يعني. ايوه. فانا جيت لقيت الشقة كده. زي ما هي. السلك ده واصل زي ما هو. النور فيها زي ما هو. ما عليها ان انا ولعتها افتكرت ان انا مأجرها بنورها. والسلم. اه? والسلم. الله كنت. السلم ايه? الله. بتعمل ايه بالسلم? بجيب بيه حاجة من الصندرة. كل يوم. بجيب. اه? لا مش معقول. مش معقول? ينفع. دلوقتي نشوف المطب اللي جاي هيقعد بخت مين. ده الانسه الزائره زينب محمود. دلوقتي زوزو شفعي واحسان العاوي وهدى زكي وجمالات زايد ولطفي عبد الحميد هيمثلوا لنا المطب ده. يا اختي نورتينا. ان شاء الله ينورهم لك يا ام سيده. بقى يا اختي تروحي ما تساليش. هو انا استغنى؟ لا غنى عنك يا اخت عيشه. جبت لي يا اختي الجمعيه. امال لمتها لك على داير مليم. والنبي تعبت قوي عقبال ما عرفت اجمعها. يا اختي تسلم ايدك. اتفضلي. عديهم يا اخت ام سيده. هعدهم وراك يا اختي. ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة تمام يا اختي مع دمكين. عدمتي عدوينك. اما قوم انا بقى. تقومي? تقومي تروحي فين? لو النبي ما انت منقولة من هنا لما تتغدي معانا. لا معلش اصلا. حلفت والنبي. الف صلاة عليك يا نبي. امال هو انا يجيني عز منك. سيدة يا بنت يا سيدة. نعم يلا. اختفي رجلك يا بنت لحد السطوح. افتحي عشة الفراخ ولمي البيت كله. هناكل بيض ياما. ايوه يلا يا بنت اميلك قلب. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا اختي. يا ندامة بقى تبقى حصة غدا وتنزلي من عندي من غير غدا. ليه يا اختي? الدنيا بخير يا حبيبتي. طول عمرك فيك الخير يا ام سيدة. انت الخير والبركة. انت يا اختي اديتيني الجمعية. ايوه يا اختي امار. اه تمام يا اختي بنت. اما مفيش ولا بيضة في العشة. ايه? ولا بيضة? يا اختي بسم الله الحفيظ. امار راح فين البيض? ده انا بقالي 3 ايام ما لميتوش. يمكن الفراخ ما بضوش يا ام سيدة. ابدا يا اختي. ده انا شايفة البيض في العشة امبارح. امبارح يلا بعد ما كنت ببيت الفراخ كان في العشة 4 بيضات. يا اختي حاجة تنخول. هي الولية معانينا فوق يا سيدة? ايوة ياما. ما سألتهاش على البيض? لا ياما. اما قوم يا اختي شوف العبارة ايه? يمكن معانينا لما البيض وشالته عندها. مين? ست ام سيدة? العواف قبل. الله يعافيكي يا اختي. قولي لي يا ست ام عنينة. ايوه. ما شفتيش البيض يا اختي اللي كان في عشة الفراخ? بيض? هما يا اختي فراخك بيبيضوا? اه والنبي بيبيضوا. يا اختي دول لسه برابر. لا يا اختي بيبيضوا. انا يا اختي ما شفتش بيض. بس انا شفته في العشة مبار. ايه وبعدين? وبعدين مفيش ولا بيضة في العشة النهاردة. معنيته ايه الكلام ده يا ست ام سيدة? إيه لا يا اختي يعني تكوني شلتيها عندك لحسن ينكسر. ولما اكون يا اختي شايلها عندي اقوم اقول لك ما شفتوش? امال يعني راح فين? هدي على ملابسك شوية يا ام سيدة. انت بتسرقيني في البيض? مش انت اللي في السطوح يا ام عنينة? في حد غيرك هنا? طب بس بقى خليه اخره خليه اخره. عيب الكلام ده عيب يا ام سيدة. يا اختي ما تزعليش قوي كده. هو السؤال حرم? انتم مين? انتم مين? مين? انا ابراهيم. عاوز ايه يا ابراهيم? بتسلم عليك امي وبتقول لي. انا بستنى دلوقتي يا ابراهيم. ايه? بتسلم عليك امي وبتقول لي خد البيض اهو. البيض? يعني كده يا ابراهيم. هي اما بعتها لي هديه يا ابراهيم. لا مش كده. بتسلم عليك امي وبتقول لي خد البيض اللي انت بعتها لي احسن غالي. احنا بنشتريه من دقان البيضة السبعة مليم وانت عايزة تبيع لنا اتنين بتلاتة تعريفة. ام عنينة. يعني ظهر البيض يا ام عنينة. ودلوقتي الانسة زينب محمود اللي هي ام امينة اللي لطشت البيض هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. اتفضل. هقول لها ان انا فراخي وهي فراخك برضه جنب فراخك وانا فراخي بتبيض. فانا كنت بطلع اخد فراخي انا لكن بدك انت ما شفتوش. وانت عندكوا فراخ? أيوة ما عندكوش فراخ. في عيشة واحدة فوق السطح.
لكن انا فراخي بيزيد وفراخي كتير. ما عندكيش فراخ انت، ما عندكيش فراخ. لا الصفحه فيها عشه واحده بتاعت ست ام سيد. قولي الحقيقه بقى، البيضه جبتي منين؟ يمكن حد سرق انا ما شفتوش. لكن البيض اللي انا اشتريته ده كانت فيه واحده ست فايته، كان فيه واحده ست فايته وانا اشتريته منها، فحبت تاخده مني الست فبعته يا الولد. البيض اللي عندكم ده؟ البيض اللي عنده ده واحده بعتولي من الشارع، واحده ست بتاعت بيت كان فايته بعتولي، لكن انا البيض. وانت بتجري فيه وتبقي غالي شويه؟ ينفع ده؟ نشوف المطب اللي جاي هيقع من بخت مين. ده الاستاذ عباس كامل. ودلوقتي انور محمد واحسان الالعاوي وجمالات زايد وشفيق نور الدين هيمثلون المطب ده. طب انت لسه صاحية؟ ايوه. ليه كده؟ ما جاليش نوم، قعدت استناك لما تيجي. طيب مين ده يا كوكب؟ ده عباس يا ماما. الله، هي امك هنا؟ ايوه. يا لطيف اللطف. سعيده هنا؟ سعيده يا سي عباس. ما هو بدري يا اخويا. وبعدين بقى الساعه كام دلوقتي يا سيدنا الافندي؟ يا ستي وانت دخلك ايه؟ دخلي ايه ازاي؟ سايب مراتك لوحدها وسايب تحط لحد الساعه 11 فين؟ يا ستي ما انا قايل لمراتي اني هتاخر. بس بقى بلا كلام فاضي، يعني انا لولا الليله ده هي كنت عند بنتي المسكينه كانت قاعده لوحدها تستنى حضرتك. يا ستي هي اشتكت لك؟ يا اخي خلي عندك نظر، صحيح اللي اختشوا مات، الناس تيجي من شغلها تقعد في بيتها وانت ما وراكش غير السيمه والقهاوي، والبنت المسكينه لا قادره تكلمك ولا عارفه تاخد معاك حق ولا باطل. انا على راي المثل يا فرعون اشترى عليك على مش لاقي حد يردني. يا اخي استعبر شويه، حط في عينك حفوة ملح. وبعدين بقى في الليلة اللي مش فايتة دي؟ معلش يا عباس والنبي اقصر الشر عشان خاطري. يعني عجبك كده؟ ما تسمعني بتقول ايه؟ بقول تسكتي بقى خلي الليلة تفوت على خير. يا سلام. خبطتني قوي وما تكتش يا عباس. يا ستي حوش امك. عباس والنبي مالوش لازمة، خلاص يا ماما بقى. حكم اقوى عين يغلب. يلا يا عباس يلا بقى خلينا ننام. ايه اللي جابها النهارده دي؟ بتاع الحسن بتسمعك. ومالها كده نازله راخي زي ما تكون بلعه راديو؟ اصلها يا سيدي عملت طقم اسنان. وطقم اسنان ده ما يجيش الا على دماغ انا. خلاص بقى يا عباس ابقى اسمع من هنا وسيب من هنا. عباس عاوز ايه تاني؟ انا نمت خلاص. ان شاء الله تنام على الحيطه يا بعيد. ان شاء الله انت. صباح الخير يا ماما. منين هو في خير؟ ايه يا ماما مال؟ لا مش ناني يا بنتي، مش لاقية بقى، مش ناني. مش لاقياه؟ ايوه. انت سبتيه من على الشباك؟ انا يا ماما ابدا. عباس يا فتاح يا عليم. لا ما شفتش طقم السلام بتاع ماما يا عباس. ما شفتش حاجه، انا نازل. سلام عليكم. ايه يا خوف؟ الست والدتك لسه هنا؟ اسكت بقى يا شيخ، دي هتتجنن على طقم السنان. عباس انت جيت؟ ايوه نينا. لقيت الطقم؟ هلاقيه فين يا عباس؟ انما دي حاجه غريبه خالص. انت كنت حاطاه فين يا نينا؟ الشباك يا اخويا اللي جنب الشرير. دورته كويس؟ ده انا ما خليتش ولا حته. لازم بقى وقع من الشباك، قطه خدته في رجليها ولا حاجه. يا خساره، ده انا دافعه فيه 6 جنيه يا عباس. يعوض عليك ربنا بقى يا حماتي. مين؟ المفادي. ايه يا سيدنا؟ اتفضل. ايه ده؟ طقم السنان ده لقيناه في جيب البدله اللي خدناها النهارده الصبح. طقم سناني؟ طقم سناني؟ انا برضه قلت كده. دي عامله تعملها فيا يا عباس. ودلوقتي الاستاذ عباس كامل اللي هو عباس هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. طب اقول يا سيدي المكوبي طلع وخبط على الباب وقال لي هات الطقم. ايوه اللي غسلته امبارح. ليه؟ الطقم. طب هو كان قاصد طقم مفارش وانا فكرت انه طقم حماتي.
ينفع؟ عندك اسمك ايه؟ بس في حاجة، انت دلوقتي انكرت انك شفت الصقم لما سألوك عنه. اسمك ايه؟